اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج صدارة عندنا. زيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده قلنا نعمل بقى خلاص زينا من اللحمه ومن كل انواع اللي تخص اللحمه عشان العيد. قعدنا 4 ايام نعمل لكم وصفات كتير، وقبل العيد كمان عملنا اسبوع كله لحوم. هنعمل النهارده بناء على طلباتكم وصفتين، وصفه بيتزا بانواع بكذا نوع، والوصفه الثانيه وصفه سيزر سالاد. خلاص طيب، هنبتدي الاول بالبيتزا، هنبتدي كمان بالعجينه. انا عاده لما بعمل بيتزا بوريكم العجينه على طول ونبتدي نحشي، لا النهارده كمان هنبتدي بنعمل عجينه البيتزا ازاي عشان تطلع مظبوطه وطريه وما تنشفش مننا وكل الحاجات دي. طيب هنعمل ايه؟ هيبقى عندنا دقيق 3 كوبايات دقيق، وهنعمل على اساسه المقدار، و3 كوبايات دي هو مقدار مظبوط، يعني ما نعملش اقل من 3 كوبايات. خلاص 3 كوبايات دقيق، معلقه سكر، خميره، وكمان عندنا زيت، عندنا ملح، عندنا كمان حبه البركه وسمسم عشان عايزه بصراحه تبقى العجينه مغذيه اكتر، يعني هتدينا كمان قيمة غذائية عالية قوي. خلاص اول حاجة هعملها ان انا هحط الملح اهو مع السكر، مع السكر اهي. خلاص تمام، هحطها كده في العجينة. طبعا في حالة عدم وجود عجينة بنعمل ده على ايدينا، بياخد وقت اطول بس برضو النتيجة بتبقى حلوة، يعني ما فيش مشكلة خالص. في عجينة ما فيش عجينة هنتصرف. هنحط الخميرة، هقلب تقليبة بسيطة قوي، والمية اللي هحطها، انا هحط البولة دي بولتين منها، المية اللي هحطها بتبقى على حسب الدقيق المستخدم. ماشي، اهم حاجة تبقى العجينة تلم معايا واحس انها ايه بقت سهلة انها تتشكل. هحط الزيت، اهو محتاجة كده ايه مرتين كمان مية من دول، مرة في التانية، هحط اقل من البولة دي، يبقى انا كده حطيت تقريبا نص كوباية اهو، معلقة كده بس، كده كويسة جدا. بصوا بقى هعرف ازاي انها كويسة هوريكم. ممكن كمان نحط بودرة ثوم، بودرة بصل، بصوا بقى بصوا عامله ازاي، كلها لمت معايا ازاي اهو. خلاص طيب هسيبها بقى تخمر لمده ساعه الا ربع تقريبا، بغطيها كده بقماشه نظيفه واسيبها تخمر. خلاص طيب لما اسيبها تخمر ابتدي اقطعها الثلاث كوبايات دول. ماشي، عملوا الثلاث صواني اللي قدامكم دول، هبتدي اكورها واسيبها ربع ساعة كمان، وابتدي بقى بالدقيق والنشابة ان انا ابتدي اشتغل فيها. هنحط سمسم وحبة البركة، لما تخمر خالص اقوم عجنها وابتدي شغالة فيها. طيب هنعمل دلوقتي صوص الصلصة بتاعة البيتزا، عبارة عن ايه؟ سكر، توم، صلصة، كاتشب، زعتر فريش. الكاتشب بيخلي طعمها حلو قوي، يعني بجد الخطوة دي لذيذة جدا. انا بقى بحب احط مع صلصة البيتزا زيت زيتون، بيدينا طعم جميل جدا. اعمل كده التوم، اول حاجة احطها التوم،
الزعتر، ثوم وزعتر، اسيبهم بس يسخنوا، بعدين ابتدي احط الصلصه تتسبك، واقوم حاطه السكر مع الكاتشب. خلاص اجيب كده اول واحده. ممكن اعمل اول واحده اعمل بيتزا مشروم بالزيتون. احنا زهقانين ولا عايزين اي نوع من انواع اللحوم، انا هعمل بيتزا مشروم تشيز لافر، وهعمل كمان بيتزا جبنه راكفورد بالذره. بصوا بقى هنا السمسم اهو المفروض اعجنها، بس انا ايه فكرت في الفكره دي قبل ما اطلع على طول، فهعملها كده اهو، هدخل كده السمسم جوه العجينة اهو، اكني عجنتها بالظبط. ندخلها كده جوه. دي بيتزا هتبقى بالمشروم. بتحب البيتزا؟ لا. ابتدي احط الصلصة. هحط معاها السكر. ما تنسوش خطوة السكر دي بتخليها طعمها لذيذ قوي. الملح. الكاتشب. خلاص. هعمل ايه بقى هنا؟ انا هنا مجهزه صلصه وبارده عشان مش حلوه لو حطيناها وهي سخنه. هبتدي اعمل كده. بالفرشه. عشان اضمن ان كلها اتدهنت. خلاص واقوم حط طبقه خفيفه جدا من الجبنه هنا. خفيفه قوي. ماشي. انا بحب اعمل الحركه دي الاول وبعدين لا المشروم حابه ان انا اشوحه قبل ما احطه، بيبقى طعم اكتر. نحط نقطة زيت بالظبط ونشوف كده في توم. نبص كده في توم. مفيش توم، حطيته كله في الصلصة. طيب احط بس ايه حبة كده بس. ماشي. اجيب بقى الزيتون. اوزعه كده. لان انا عايزه الزيتون في البيتزا الثانيه برضو. اهو ندخل دي الفرن ونطلع فاصل عشان اضمن ان في ايه حاجه استوت. ماشي. اهو المشروم. بصوا تحفة البيتزا اللي بالمشروم دي، فعلا طعمها بيبقى لذيذ قوي. ونعمل حركة المشروم دي، نشوحها الاول قبل ما ندخلها الفرن، بتبقى احلى. هحط بس رشة ملح بسيطة، بيفرق في طعم المشروم قوي. ماشي. واكمل اهي. بس نطلع فاصل بقى ندخلها الفرن
ونرجع بعد الفاصل هنعمل البيتزا اللي بالراكفورد والدورة والبيتزا اللي بالتونة. خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل، حطيت البيتزا الاولانيه في الفرن اهو، برش برضو حبه البركه كده مع السمسم في العجينه خلاص. وبعدين هعمل بقى التشيز لافر. التشيز لافر دي احنا كلنا بنحبها، ولما دايما بنطلبها من بره نقول له ايه، زود لنا صوص الطماطم وزود الجبنه كده، دي بقى من الحاجات اللي بنحبها قوي، بس عمرهم ما هيزودوا الجبنه زي ما احنا بنعملها لنفسنا. طيب المره دي بقى التشيز لافر انا عاملاها بايه؟ ميكس جبن موتزاريلا تشيدر وجوده وفلامانك. الجوده بتخليها حلوه جدا، اوعوا ما تحطوش، ورومي كمان بتديها طعم لذيذ جدا اهو. وهزود عليها كمان جبنه راكفورد لو انتوا زيي بتحبوا الجبنه الراكفورد، اللي بيحب الجبنه راكفورد هيحب ان هو يزودها. لو زودنا جبنه راكفورد ممكن نستغنى عن الجبنه الرومي، بس ما تستغنوش عن الفلامنك الشيدر الموتزاريلا الجوده. شايفين الحاجه الوحيده اللي ممكن تستغنوا عنها لو هتحطوا الجبنه الراكفورد هي الجبنه الرومي اهي. خلاص نعمل ايه بقى كده، كده على الجبنة بالمنظر ده. ماشي، وندخلها الفرن. ان شاء الله تستوي كده قبل ما ايه ما نخلص. هنيجي بقى على التونه. التونه هنعمل فيها ايه؟ هنحط معانا تونه اهو، تونه، زيتون، ذره، زيتون اخضر، فلفل الوان. شايفين كميه الحاجات المفيده في هنا. هعمل برضو كده سمسم، حبه البركه، نضغط. احنا لما بنضغط هو خلاص اوريدي بيلزق جواه، بيدخل جواه كاننا عجنينها على فكره، يعني احنا مجرد ان احنا نضغط كده. كده زي ما قلت طبقة خفيفة من الجبنة، وبعدين نحط الحشوة، وبعدين بقية الجبنة. ليه؟ بتخلي الحشوة كده تلزق فيها لما تخلص سوا، ما تخليهاش تتفك من ما تخليهاش تتفك. يعني لما بنحط الحشوة اولا الحشوة بتنزل زي صوص كده، فده بتطري العجينة قوي. لا، طبقة الجبنة بتمنع بقى الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي، فلا اعملوها بالطريقة دي هتلاقوا نتيجة احلى، بالذات الناس اللي تقول لي العجينة طالعة مستوية جدا بس طرية جدا، ولو سبتها شوية هتنشف. فاعملوا الطريقة دي، حطوا الجبنة الاول وبعدين الحشوة بعدين بقية الجبن اهو كده اهو. شوفوا سهلة اصلا ازاي. كده كده خلصنا ثلاث انواع البيتزا. نقول سريعا عملنا البيتزا ازاي قبل ما نطلع فاصل، عشان هنرجع من الفاصل هنعمل بقى السيزر سالاد. طيب
عملنا بقى البيتزا ازاي. شوف بس ده كده عجينة البيتزا، كانت عبارة عن 3 كوبايات دقيق، يعني اقل من نص كوباية مية، معانا ربع كوباية زيت، معانا خميرة، معانا معلقة سكر، معانا رشة ملح، ممكن نحط كمان معلقة صغيرة، معانا معلقة صغيرة كمان من بودرة الثوم وبودرة البصل، والزيت هيبقى تلت، يعني بنفس مقدار كوبايات الدقيق، يعني كوباية الدقيق هي نفس المقدار اللي نعمل بيها المية، هي نفس المقدار اللي نعمل بيها الزيت. خلاص نحط بقى ده كده في الفرن. حلوة قوي دي، بس احنا بصوا الفرن كان عالي شوية، فرن عالي جدا. استنوا كده بص عليها عشان الفرن كان عالي، انا ما خدتش بالي. عايزه شويه على فكره، عايزه اقول لكم استوت، عايزه شويه بس صغيرين على من تحت، يعني ان شاء الله في الفصل هطلعها، هي عايزه شويه صغيرين من تحت. طيب ونوطي على دي عشان بس ما يحصلهاش برده نفس المشكله دي. خلاص الحشوات بقى، عملنا حشوه تشيز لافر، حطينا عليها جبنه جودة، جبنه تشيدر، جبنه رومي، جبنه موزاريلا، جبنه راكفورد، جبنه فلامانك بشرناها، حطينا صوص الطماطم اللي هو عباره عن زيت زيتون مع ثوم مفروم وزعتر، شوحناهم كويس قوي، اول ما هيبتدي يسخن هبتدي احط الصلصه، معلقه السكر، ملح، فلفل اسود، معلقه الكاتشب، بيغلي تتسبك، اسيبها تبرد، بعدين احطها على العجينه اللي انا اصلا حطيت جواها حبه البركه وسمسم، فردتها كويس قوي بالزيت، وبعدين حطيت عليها صوص الطماطم بالفرشه، حطيت عليها الحشوه اللي هي عباره عن الجبن اللي انا قلت لكم عليها، ودخلناها الفرن ونحط صلصه كده على خفيف من قدام. ماشي. طيب ممكن نعمل برده بيتزا بالمشروم مع الراكفورد، يعني مشروم نشوحه كده بالزبده على النار والثوم، ونحط طبقه الصلصه، بعدين نحط جبنه راكفورد وعليها ذره وزيتون وندخلها الفرن. الوصفة البيتزا الثالثة اللي عملناها النهاردة هي بيتزا التونة، تونة، ذرة، زيتون اسود، زيتون اخضر، فلفل الوان، الجبنة نحط طبقة الجبنة من تحت، وبعد كده التونة مع الخضار، بعد كده طبقة جبنة من فوق، طبقة الجبنة من تحت دي مهمة جدا عشان عملية ان الصوص او اي حاجة بتنزل من الخضار او كده بتنزل مية، فده ما ينزلش على العجينة فيطريها. خلاص ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نعمل السلطة، خليكم معايا. رجعنا بعد الفصل، هنعمل دلوقتي السيزر سالاد من غير فراخ المره دي، هنعملها بس سيزر سالاد بالخس. عندنا خس اهو مقطعينه، عندنا انشوجه، عندنا توم، عندنا مايونيز، عندنا مسترد، عندنا جبنه بارميجان، هو ده السيزر الصح، المكونات دي كلها تمام. بس انت ما تغيريش المكونات دي، خلاص دي السيزر الصح. تمام. هنزود عليها بقى شوية حاجات النهاردة، بس هو ده سلطة السيزر تمام. اللي حابب يزود اللي انا هعمله يزود، مفيش مشكلة. الاول نعمل الصوص بتاع السيزر بتاعنا اللي هو عبارة عن توم وانشوجة. انا بموت في صوص السيزر اللي بالانشوجة، ناس كتير قوي واحنا في المطاعم يقولوا انا عايز صوص السيزر بس من غير انشوجة، هو ما بقاش خلاص صوص سيزر كده، يعني من غير انشوجة ده خلاص ما بقاش صوص سيزر. حاضر ماشي. هنحط بقى، نفرم دول بس كده الاول. خلاص نفرمهم كويس قوي، اطلع بس البيتزا دي من الفرن عشان دي كده ايه زمانها خلاص، ودي هحطها تحت كده، ودي كمان دي ايه. ريحة خطيرة خطيرة الريحة دي، انا بحبها جدا. هنحط هنا المايونيز
هنحط هنا المستردة. المستردة بقى هنا مهمة جدا مع الانشوجة عشان هي اللي بتمنع الزفارة بتاعت الانشوجة. ماشي؟ وممكن نحط معلقة زبادي، عندنا زبادي ممكن نحط معلقة زبادي بتبقى حلوة قوي. طيب اهو هجيب دي، احط الخس كده. عندنا هنا بقى معلقتين كده في التلاجة مستردة بالكريمة، هنحطهم مع شوية شبت اهو. وبدل التوست انا هحط سمسم وحبة البركة، تمام. وعندي طماطم هنا مشوية هحطها برضو. كل ده هتدينا على فكرة طعم ظريف قوي. هما ساعات بنحط طماطم على فكرة على السيزر، بنحط كده طماطمية نقطعها على أربعة ونحط اللي هو التوست المحمص. المرة دي هحط طماطم مشوية اهي كده، طعمها برضو ظريف قوي كده. البيتزا دي يا ترى بتقول ايه؟ نحطها فوق وفكريني بيها يا بسنت. ماشي؟ ايوه. هنحط بقى كده سمسم، حبة البركة، صوص السيزر الفظيع، حبة البركة، السمسم، شوية زيتون أخضر. كده خلصنا سلطة خفيفة جدا وبسيطة وما فيهاش حاجة. نطلع فاصل بقى، نرجع من الفاصل هنطلع البيتزات من الفرن. نسيت الجبنة البارميجان، ونبتدي نقطعهم ان شاء الله يكونوا استووا كده وطعمهم حلو قوي. خلاص ماشي، نطلع فاصل نرجع تاني. بصوا انا طلعت الصينيتين البيتزا دول اهم. الولاد بقى بيتبسطوا قوي، كل واحد يبقى عايز بيتزايه ويقعدوا ايه يقسموا مع بعض. بصوا اهي نقطعها بقى كده. بصوا بتقطع بسهوله ازاي، استوت. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه جدا، المشروم عامل ريحه جميله. ممكن نقطعها على اربعه او كده ايه على سته. ده كده مش ستة، تمانية. ايوه. هطلعها دلوقتي اهي كده، بيتزا الفظيعة دي. اهو ماشي. طيب نطلع بقى دي كمان، دي التشيز لافر. بصوا طالعه عامله ازاي، بتبقى كمان طريه جدا لان الجبنه طبعا بتخليها طريه قوي. بصوا عامله ازاي، فظيعه. انا عارفه ان الولاد الصغننه يعني مهما عملت حلقات بيتزا بيطلبوا مني بيتزا برضو. اهو احسن حاجه عشان تطلع مظبوطه نقطع اربعه وبعدين نقطع ستة وبعدين تمانية قبل ما بسنت تلحقني. اهو تمانية اهي. اوكي ندوق كده. التشيز لافر دي
بجد الواحد بيدوب كده في الجبنة. نعمل كده. طب والله احلى من احلى بيتزات اهو، بصوا عاملة ازاي. نطلع بقى اللي في الفرن. احسن حاجة عشان البيتزا تستوي بسرعة، بصوا استوت في قد ايه، في نص ساعة كانت خلصت. ان الفرن يبقى اهي، دي كمان خطيرة اهي، ان الفرن يبقى سخن ماشي. طبعا بصوا بتتقطع بسهولة، دي كمان عشان الحشوات ما شاء الله مليانة. ايه رأيكم بقى في حلقة النهاردة؟ ظريفة اظن، تتبسطوا منها كمان قوي. نحط كده التونة، وسطها كده قرب لي كده الكاميرا، عايزة بس اشوف شكلها حلو ولا اعمل كل واحدة لوحدها. لا I don't like it. كل واحدة لوحدها احلى. خلصنا دي، خلصنا دي، هنقدم كمان الايه اللي بالتونة اهو، هقدمها هنا. فضل اقطعها كده، وكده خلصنا حلقة النهاردة، حلقة البيتزات اللي الولاد بتحبها جدا. عملنا النهاردة ثلاث أنواع بيتزا، وكنا مقدمين كمان هي دي بيتزا بالخضار، ودي بيتزا بالمشروم والزيتون. عملنا النهاردة ثلاث أنواع بيتزا، وفي صوصات هنا، في طحينة، في صوص مستردة، في صوص بافلو، ممكن كاتشب. عملنا بيتزا تونة، بيتزا مشروم، بيتزا التشيز لافر. وكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، يا رب الحلقة تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله بكرة في حلقة جديدة. باي باي.